فتمسك بالأصل، وإياك أن تتنازعك الفروع، ارجع لأصل هذا الدين بتوحيد رب العالمين، وابدأ في التعلم من جديد إن كنت قد بدأت بداية خاطئة، حتى تعرف دينك، تعرفه معرفة حقيقية. لأنه معلوم أن الإنسان إذا قصد غاية من الغايات فانحرف في البداية عن الخط المستقيم الموصل إلى غايته، انحرف ولو درجة واحدة من زوايا السير، درجة واحدة انحرافاً يسيراً في البداية، كلما جد في السير كلما ابتعد عن الغاية. تمثل هذا في الماديات، خط مستقيم يصل بين قدميك وبين نقطة معينة، انحرفت عن البداية بدرجة واحدة من قياس الزوايا، درجة واحدة انحرافاً يسيراً، وأنت تجد كلما جددت في السير وبذلت المجهود ابتعدت عن الغاية، فسرت مشرقاً وسارت مغربةً شتان بين مشرق ومغرب. فلا تتكبر على العلم، وراجع نفسك واسأل من علمك، من أين تلقيت ما تعلمه عن الدين؟ أخلاط موزعة. الذي لم يدرس العلم دراسة منظمة منهجية إذا سأل نفسه وكان صادقاً سيقول لم يعلمني أحد، سمع كلمة في المسجد، كلمة في المدرسة، كلمة في الشارع، كلمة في وسائل الإعلام، ويحسب أنه من أهل العلم بالدين. هذه حقيقة وجود إياك أن تضيعها.